ما تزال الأرقام تؤشر اليوم على ما تواجهه قفة المواطن من صعوبات نتيجة تراجع مقدورته الشرائية وزيادة الأسعار المواد الأكثر استهلاكا، حيث بلغ مستوى التضخم أي زيادة في الأسعار نسبة 9.3% في موفى أوت. وقد سجل المعهد الوطني للإحصاء خلال شهر أوت ارتفاع للأسعار بنسبة 0.6% على أساس شهري، وذلك مقارنة بشهر جويليا الفارط بفعل زيادة في الأسعار طالت مجموعتي التغذية والمشروبات والتبغ، حيث تطورت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.3%، وسجل التبغ زيادة أسعار بنحو 3.2% في وقت تراجعت فيه أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.7% مع بداية موسم التخفيضات الصيفية. وقد رصد المعهد زيادة شهرية لمجموعة التغذية والمشروبات تفاصيلها ارتفاع أسعار البيض بنسبة 11.8% والخضر بنسبة 5.1% والزيوت الغذائية بنسبة 3.8% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 3.6%. الإحصائيات ذاتها تؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.3% على أساس سنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار كل من القهوة بنسبة 35% ولحم الضان بنسبة 33% والبيض بنسبة 29.7% والزيوت الغذائية بنسبة 23.7% ولحوم الأبقار بنسبة 20.4%. كما زادت أسعار المواد المصنعة في شهر أوت بنسبة 6.7% على أساس سنوي، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6.7% والملابس والأحذية بنسبة 9.2% ومواد التنظيف بنسبة 8.5% على أساس سنوي. وقد شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا أيضا بنسبة 6.4% جراء ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11.5% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 12.2% وأسعار الخدمات المالية بنسبة 20.7%.